على اعتاب التاريخ يستعد الاهلي لكتابه مجد جديد في افريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي لكم في بدايه حلقه جديده من السادسه على شاشه النادي الاهلي. واذا كان الاهلي راح النهارده بقرار وفرمان من مستر مارسيل كولر ويبدا رحله التحضير والاستعداد بكره ان شاء الله، بدايه من بكره يعني لمواجهه مازيبي، خلينا نذاكر مع حضراتكم النهارده بقى. مش هركز اكتر النهارده على النواحي الفنيه والتكتيكيه وتفاصيل المباراه المنتظره، لكن خليني اقول انه حقيقي بصرف النظر عن قوه اللقاء واهميته، تذكره التاهل للنهائي بالتاكيد مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي وعشاقه في كل مكان، ولكن احنا الحقيقه النهارده امام حدث تتخطى اهميته بكتير فكره بس مجرد التاهل لمباراه نهائيه. انا عارف طبعا ان التاهل للنهائي للمره الخامسه في تاريخ النادي الاهلي على التوالي ده انجاز لم يسبقه احد، يعني نتكلم على انجاز تاريخي الحقيقه، وعشان كده يمكن ده سر من اسرار اهميه المباراه دي. انت بتتكلم على ان شاء الله باذن الله حال نجاح الاهلي في تجاوز ماتش يوم الجمعه اللي جاي، ده معناه انه نهائي خامس على التوالي في تاريخ مواجهات الاهلي الافريقيه وهو ما لم يحدث مسبقا. لكن الاهم من ده، ولما بحاول دايما ادردش مع حضراتكم في اللي بين السطور، هو الجيل ده من اللاعبين. لما باجي ابص على الحاله اللي انا عشت يمكن كل مراحلها، عشت مع الجيل ده من بداية فترة تألقه وتوهجه، نجاحه في تحطيم أرقام قياسية، فوزه في ظل ظروف صعبة جدا ومنافسة قوية جدا، مش بس على المستوى المحلي والقاري لكن كمان على المستوى العالمي. الجيل ده يتميز عن كل أجيال النادي الأهلي بأنه نجح في تحقيق أكتر مرات أو أكتر عدد من مرات الفوز في مباريات كأس العالم، وهو الجيل الوحيد اللي نجح في الحصول على ميداليتين برونزيتين، وعلى وشك مشاركة كمان ان شاء الله باذن الله في نهايه السنه دي في الولايات المتحده الامريكيه في بطوله او في نسخه جديده من بطوله كاس العالم. لكن تعالوا نبص، بما ان احنا مش هنتكلم عن النهائي، النهائي لكل مقام مقال زي ما بيقولوا، ولسه احنا لم نصل للمباراه النهائيه، ومع كامل احترامي وتقديري طبعا وانا زيكم متفائل لاقصى درجه وشايف باذن الله انه الاهلي قادر على حسم بطاقه التاهل، لكن انا حاسس ان في ثقه زايده شويتين. يعني المباريات دي بتلعب على ادق التفاصيل، ولو كانت الحسبه بعامل الارض والجمهور، او كانت حسبه بفوارق القوه، او كانت الحسبه مبنيه على الخبره، كنت اقول لحضرتك انه تذكره المباراه النهائيه في جيبك من دلوقتي، لكن المباريات دي من الصعوبه بمحل انك انت تتكلم على ضمان نتيجه فيها. واقدر اقول لك رغم انه الاهلي نجح في انه يعود من كونغو بتعادل مرضي جدا ويسهل بشكل كبير جدا ويرفع من حظوظ النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك بمنتهى الصراحه في المباراه دي كل شيء وارد.